بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. ده اللقاء الخامس ضمن كلامنا عن الجافا بروجرامينج فور بيجنرز كورس 1. لو تذكروا حضراتكم احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن هاو تو ديسبلاي الاوتبوت اون ذا سكرين، ازاي نطلع الاوتبوت بتاع البروجرام بتاعنا على السكرين واليوزر يقدر يشوفها، وتعلمنا system.out.print و system.out.println، وشفنا كمان الاسكيب كاركترز المختلفة اللي ممكن نستخدمها عند عرض الرسائل بتاعتنا على الشاشة. اليوم بقى عاوزين ناخد العكس دلوقتي. طيب احنا عاوزين ناخد input من اليوزر. لو تذكروا احنا في المحاضرة الاولى او التانية قلنا ان البروجرام في الاول هيحتاج input، وبعدين هيحصل processing، ثم يحصل بعد كده output على السكرين او output يعني ايا كان صيغه الاوتبوت. فدلوقتي طيب انا عاوز اعمل برامج واخد انبوت من اليوزر، فده اللي هنتعلمه النهارده. مبدئيا يا جماعه احنا عشان نقدر ناخد انبوت من اليوزر فاحنا هنحتاج كلاس اسمه سكانر. الكلاس اللي اسمه سكانر ده موجود ضمن باكج اسمها جافا دوت يوتيل. اوكي، الكلاس اللي اسمه سكانر اللي احنا هنحتاجه عشان ناخد input من اليوزر موجود داخل باكج. لو تذكر الباكج انا قلت عليها قبل كده مجموعة من الكلاسز اللي ليها علاقة ببعضها. فاحنا عندنا في الجافا، في جافا دوت يوتيل دي باكج جواها الكلاس اللي اسمه سكانر اللي احنا محتاجينه. عشان نعرف نستخدم هذا الكلاس لازم نعمل الجملة دي import. يعني ايه؟ كأنك بتستدعي الباكج دي، كأنك بتقول للكومبايلر انا محتاج حاجة من الباكج دي، فلو سمحت استدعيها وضمها الى البروجرام بتاعي. فاول خطوة هنعمل import java.util.scanner. يوتيل دي اختصار utilities يعني. اوكي، كده انت جاهز انك تقدر تستخدم السكانر كلاس. طيب خلاص دلوقتي احنا عملنا امبورت للسكانر عشان نقدر نستخدمه. هنستخدمه ازاي بقى؟ اول حاجة لازم نكتب السطر ده، معلش استحمل شوية واحفظه دلوقتي، احفظه زي ما هو كده. اما يجي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ونتكلم عليها بالتفصيل هشرح لك الكلام ده وهيبقى بالنسبة لك في منتهى السهولة. لكن مبدئيا اللي احنا عاملينه دلوقتي ان احنا خدنا اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سكانر عشان نستخدمه في استقبال الانبوت من اليوزر. خلاص، فاحنا بنقول سكانر وبعدين نكتب اسم الاوبجكت ده. هو مش شرط يكون اسمه انبوت على فكره، ممكن تسميه انبوت، ممكن تسميه اكس، ممكن تسميه زد زي ما انت عاوز. ايكوال نيو سكانر، احفظها زي ما هي كده، وبين القوسين مكتوب سيستم دوت ان. ايه سيستم دوت ان؟ انت بتحدد للبروجرام المصدر بتاع الانبوت. البروجرام بتاعك ممكن ياخد انبوت من اكثر من مصدر، ممكن ياخد انبوت من الكيبورد يعني من اللي اليوزر بيكتبه، او ممكن يكون هياخد انبوت من فايل موجود على الديسك مثلا. فانت هنا بتقول له الانبوت بتاعي سيستم دوت ان، يعني اللي اليوزر هيدخله. خلاص، فمعلش تعالى على نفسك شويه واحفظ دي زي ما هي كده. كل ما تيجي تشتغل او تاخد انبوت اكتب السطر ده زي ما هو كده. طيب خلاص دلوقتي احنا جاهزين والمفروض في انتظار اللي احنا نستقبل الانبوت من اليوزر. كويس قوي. الانبوت بقى اللي انت واخده من اليوزر ده هتعمل فيه ايه؟ ايوه، هروح اخزنه في الميموري. كويس قوي. طيب هتخزنه فين في الميموري يا ترى؟ الميموري دي كبيره ولا صغيره؟ لا، ده الميموري دي مساحه تخزينيه كبيره. طيب انت خدت عمال تاخد من اليوزر، على سبيل المثال مثلا في البروجرام بتاعنا ده بيستقبل رقمين من اليوزر وهيجمعهم وبعدين يطبع لليوزر الناتج بتاع عملية الجمع دي. طب انت خدت الانبوت او الرقم الاولاني من اليوزر وحطيته في الميموري، خدت الرقم الثاني من اليوزر وحطيته في الميموري، خدت الثالث وخدت العاشر وحطيتهم في الميموري، جيت قلت لك يلا بقى هات لنا الارقام اللي اليوزر اداها لنا دي عشان نشتغل عليها، هتجيبها منين؟ طب ما الميموري دي مساحه كبيره قوي وانت عمال تخزن فيها، ما نعرفش اللي انت خزنته ده خزنته فين بالظبط في الميموري. هنا بقى يجي ما يسمى بالفاريبل. فالفاريبل هو مكان في الميموري هنحتفظ فيه بالداتا اللي بناخدها من اليوزر او اي داتا عندنا،
اي داتا عاوز احتفظ بيها في الميموري فبحطها في حاجه اسمها فاريبل، والفاريبل ده بيبقى ليه اسم. فبعد كده اما تعوز تجيب الداتا دي من الميموري هتعمل ايه؟ هتستدعيها باسم الفاريبل اللي انت خزنته فيها. تعال اوضح لك الكلام ده، حاول كده اوضحه برسمه كده، خليني اعمل رسمه بسيطه كده ونجرب فيها انا وانت الكلام ده عشان نفهم. دلوقتي اللي حاصل الميموري اهي، ادي الميموري بتاعتنا، الميموري اللي هي زي ما انت عارف بيسموها الرام او المين ميموري زي ما يكون. دلوقتي حضرتك اهو اليوزر الناحيه دي، وادي انت عمال تاخد منه انبوت، فالراجل عمال يديك ارقام 5 10 15 وانت هتاخدهم وبعدين هتعمل له عمليه حسابيه وبعدين تطلع له في الاخر كمان الايه الاوتبوت. السؤال بقى اللي انا بقول لك عليه، اللي انا بحكي لك عليه دلوقتي، الداتا دي عشان نعرف نحطها في الميموري، الميموري دي مساحه كبيره قوي، هذه 5 جيت ال10 حطيتها هنا مثلا، جيت ال15 حطيتها هنا، جيت ال20 ممكن تروح كاتبها على الخمسة تاني. فدلوقتي لا، ما ينفعش الكلام ده، لازم اما بتخزن حاجه في الميموري تكون عارف انت خزنتها فين عشان لو حبيت تسترجعها تاني وتعمل عليها عمليه حسابيه تقدر. فعشان كده عملوا ما يسمى بالفاريبل. الفاريبل هيبقى مكان في الميموري لكن ليه اسم، اسمه مثلا اكس. فانت هتاخد الانبوت من اليوزر اللي هو مثلا 5 تقول انا هخزنه في المكان اللي اسمه اكس، يعني الفاريبل اللي اسمه اكس. خدت العشرة تقول والله العشرة اللي انا خدتها من اليوزر دي هخزنها في الميموري في مكان اسمه واي، يبقى في الفاريبل اللي اسمه واي. يبقى الواي او الاكس فاريبلز، يعني ايه فاريبلز؟ اماكن في الميموري ليها اسم بخزن فيها الداتا وبقدر استرجع الداتا اللي فيها عن طريق ان انا بستدعيها باسمها. ماشي؟ طيب الحاجة التانية اللي عاوزين ناخد بالنا منها ان الداتا اللي انت هتستقبلها من اليوزر طبيعتها مختلفة. يعني ايه؟ يعني عندك داتا نوعها ارقام، حتى الارقام في منها ارقام صحيحة وفي منها ارقام بكسور، صح؟ ممكن تستقبل من اليوزر حروف A او B او C، ممكن تستقبل منه جمل يا محمد. يبقى ايه اللي انا عاوز اقوله؟ اللي انا عاوز اقوله ان طبيعة الانبوت او طبيعة الداتا ايتمز او طبيعة البيانات بتاعتنا مختلفة، وبالتالي المكان اللي احنا هنخزن فيه البيانات دي برضو المفروض يكون شكله مختلف والسايز بتاعه مختلف، صح؟ يعني كل فاريبل عندك لازم يكون ليه حاجة اسمها نوع بيانات او بيسموها داتا تايب. الداتا تايب نوع البيانات اللي انت هتخزنها في الفاريبل. فلو مثلا انت هتخزن رقم صحيح فيبقى الداتا تايب بتاعنا في الحالة دي بنقول عليه انه انتجر، او اختصارا بيقولوا انت. فكأنك بتقول للكمبايلر انا عاوز اعمل فاريبل اسمه اكس نوعه انتجر. ليه؟ لان انا ناوي اخزن فيه ارقام صحيحة. طيب انا عاوز كمان شوية اخزن ارقام فيها كسور، فانا هقول له والله اعمل لي مكان اسمه واي. هيسألك بديهيا كده الواي ده انت ناوي تخزن فيه بيانات شكلها ايه؟ فاقول له والله شكلها كسور، يعني فلوت. الفلوت اللي هي الارقام اللي فيها كسور زي التلاتة ونص اللي قلنا عليها او 5 وربع او اي حاجة. كمان شوية حبيت تاخد اسماء الناس او اسم اليوزر، فتقول له انا عاوز فاريبل اخزن فيه اسم اليوزر هسميه فيرست نيم مثلا. طيب الفيرست نيم ده هيبقى نوعه ايه؟ فيقول لك والله النوع اللي عندي اللي يقبل انك تحط فيه جمل او كلمات اسمه سترينج، وهكذا. خلاص؟ يبقى كل فاريبل او مكان هتحتفظ فيه بداتا في الميموري
لازم تكون محدد السايز والداتا تايب بتاع هذا الفاريبل. ليه؟ عشان الكومبايلر يروح الميموري يحجز لك مكان قد الداتا اللي انت هتخزنها فيه، صح؟ لو انت حجزت مكان صغير وجيت تحط داتا كبيرة هيبقى في مشكلة. بس كده خلاص. تعالى بقى نرجع لمرجوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه، هنفهم بقى لما قلنا كده. دلوقتي شوف هنا، دي انواع الداتا تايبس اللي موجودة في الجافا، وفي غيرها كتير على فكرة. هتلاقي كل نوع من دول ممكن تستخدمه في الجافا. حاجة اسمها كاركتر مثلا، ليه؟ عشان تخزن حرف واحد، ممكن تطلب من اليوزر يدخل لك حرف، فالحرف ده محتاج كاركتر. انتجر، رقم صحيح، محتاج بعد كده فلوت مثلا، ارقام فيها كسور. محتاج دبل، رقم فيه كسور ويكون حجمه كبير، متوقع انا رقم كبير فمحتاج دبل. شورت، رقم صغير شوية. بايت وهكذا. بوليان، عاوز اخزن بيانات طبيعتها يا اما ترو او فولس، فبنسميها بوليان وبنختصرها بنكتب كلمة بول وهكذا. فدي كلها اسمها ايه بقى؟ داتا تايبس. ايه اللي بيفرق فيها عن بعض؟ نوع البيانات، طبيعة البيانات اللي هتتخزن، وكمان السايز. يعني ممكن مثلا الانتجر ده والفلوت الاثنين يخزنوا ارقام، والدبل كمان بيخزن ارقام، لكن ايه الفرق؟ هتلاقي السايز. شوف الانتجر بياخد 4 بايت بس في الميموري، طيب بينما الفلوت او الدبل، شوف الدبل بياخد 8 بايت وهكذا. لو انا حبيت اوريك امثله اهو، تعال نشوف هنا، دي كلها تعريفات لفاريبلز مختلفه. وخلي بالك ادي تعريف الفاريبل. الفاريبل عباره عن ايه؟ location in the computer's memory where a value can be stored for use by a program. ايوه كده، ها، location موقع، مكان في الميموري هتحط فيه فاليو تقدر تستخدم الفاليو دي بعد كده عن طريق الاسم. لازم يكون الفاريبل ليه اسم، ولازم يكون ليه داتا تايب. على سبيل المثال اهو، شايف الطريقه بقى بتاعت التعريف؟ هنا الداتا تايب، تكتب داتا تايب الاول ثم الايدنتيفاير. يعني مثلا هي اهو، اقول انتجر مثلا اكس، دي معناها ايه؟ هعمل فاريبل اسمه اكس نوعه انتجر. اوكي، هعمل فلوت واي، معناها ايه؟ هعمل فاريبل اسمه واي نوعه فلوت. هنا مثلا بايت، في داتا تايب اسمه بايت، هعمل فاريبل منه اسمه بي. دبل، هعمل فاريبل منه اسمه باي. كاركتر، هعمل فاريبل اسمه ايه وهكذا. امال انا شايف ان هو كاتب بعد اسم الفاريبل هنا ايكوال وحاطط قيم، ايه الكلام ده؟ خلي بالك بقى، الفاريبل زي ما بتعمل له ديكلاريشن، كلمه ديكلاريشن يعني ايه؟ تعريف الفاريبل. لازم كمان تعمل له حاجه اسمها انيشياليزيشن. يعني ايه انيشياليزيشن؟ ان انت تدي له قيمه ابتدائيه، مش لازم في نفس الوقت، يعني مش لازم في نفس الوقت بتاع الديكلاريشن، لا، ممكن قدام تعمل الديكلاريشن في خطوه ثم قدام تدي له انيشال فاليو، قيمه ابتدائيه. فهو مثلا على سبيل المثال هنا قال والله انا عاوز اعمل الاكس اللي هو الفاريبل النوع انتجر، وهدي له قيمه ابتدائيه ب10. يعني انا لما تروح تحجز لي يا كومبايلر مكان في الميموري وتسميه لي اكس، خزن لي فيه 10، ما تستناش اليوزر يديني انبوت ولا حاجه، انا عاوز من عندي ابدا قيمته ب10، اسمها انيشال فاليو، قيمه ابتدائيه. اقول له لو سمحت اعمل لي الواي، والواي ده خزن لي فيه 3.5، يبقى انا عملت الفاريو، اسف، المفروض ده يبقى فلوت بقى، ها، عشان ده فيه كسور، فلوت اسمه واي وخزن لي فيه 3.5. يبقى انت هتروح تحجز لي يا كومبايلر مكان في الميموري ومن نوع فلوت، وحط لي فيه دلوقتي كقيمه ابتدائيه 3.5. فهو هنا مثلا عمل انتجر اي، يبقى عمل فاريبل اسمه اي، حط فيه قيمه ابتدائيه كام؟ 10. ممكن في نفس السطر اعمل كوما واروح معرف فاريبل تاني، طالما ان هما الاثنين من نفس النوع، ما هو الاي والبي الاثنين انتجرز، ارقام صحيحه. فهو عمل في سطر واحد، بدل ما يعمل كل واحده على سطر، قال انتجر اي بتساوي 10 كوما، وعمل فاريبل تاني انتجر برضو بي بتساوي 10. اوكي، شوف هنا، دي عمل اي وبي وسي، عرفهم كلهم في
سطر واحد بس. لو تاخد بالك دي اسمها ايه؟ ديكلاريشن فقط. ليه ديكلاريشن فقط؟ انه كل اللي عمله انه ذكر اسم الفاريبل والداتا تايب بتاعه، ما حطش انيشال فاليو، فدي ديكلاريشن فقط. فهو الاي والبي والسي عنده كلهم من نفس النوع انتجر، فقال لك بدل ما اعمل انتجر ايه وبعدين اروح نزل سطر تاني اعمل انتجر بي وسطر تالت انتجر سي، لا انا ممكن احطهم كلهم مع بعض في سطر واحد واخليهم كوما سيباريتد زي ما انت شايف كده. طيب احنا اتكلمنا كتير، خلينا نشوف مثال يلخص بقى اللي احنا كنا بنقوله ده. احنا عندنا مثال بروجرام صغير خالص عاوزين نعمله مع بعض. المثال ده بيجيب او بيحسب الاريا بتاعة الريكتانجل، ولو تذكر انا اتكلمت عنه باختصار كده في فيديو من الفيديوهات السابقة. فاما عدنا ركزنا لقينا ان الاريا بتاعت الريكتانجل عبارة عن اللينث الطول في الويت الطول في العرض. فدلوقتي احنا عاوزين من اليوزر انبوت، عاوزين يدلنا اللينث والويت، واحنا داخليا هنحسب له المعادلة دي، هنقول والله الاريا بتساوي اللينث في الويت، ثم في الاخر هنطبع له الاريا دي على الشاشة. ده اللي احنا عاوزين نعمل. اللي انا عاوزك بقى تنتبه معايا فيه دلوقتي، احنا هناخد انبوت من اليوزر صح؟ هنكتب ايه عشان ناخد الانبوت من اليوزر؟ تعرف تمليني كده؟ ها؟ اول حاجة فوق اليوزر عشان ناخد منه انبوت لازم نستخدم السكانر كلاس، وده موجود فين؟ في الجافا، ايوه باكج اللي اسمها ايه؟ جافا اهي دوت يوتيل صح؟ دوت سكانر. فالسكانر ده عملنا له هو امبورت، ادي اول خطوه. وقلت لك لو فاكر لازم السكانر ده ناخد منه اوبجكت او فاريبل، فانا هاجي اقول السكانر ده اديني اوبجكت منه او فاريبل وليكن اسمه انبوت. مش لازم يكون اسمه انبوت، انا بكرر تاني عشان ما تفتكرش ان هي لازم تكون اسمها انبوت، لا. وقلنا الكلمتين اللي احنا حافظينهم دول ان انا بعمل سكانر جديد بنيو سكانر، وافتح قوسين وحددت له ان اليوزر ده هي او اسف ان الانبوت ده هيجي لي مباشره من اللي اليوزر هيدخله، عشان كده قلت سيستم دوت ان. طيب وبعدين ها ابدا بقى عاوز استقبل الانبوت، فقلنا ايه؟ محتاجين فاريبلز نستقبل فيها هذا الانبوت صح ولا مش صح؟ هنا بقى تعالى بص انا وانت على السلايد الجميله دي. هنا احنا حددنا الفاريبلز اهي، قلنا انا عندي فاريبل اسمه لينث عشان هستقبل فيه الريكتانجل لينث، وعندي فاريبل اسمه ويتس عشان استقبل فيه الريكتانجل ويتس. دول اللي انا عاملهم بايدي، خلي بالك دول مش جاهزين في البروجرام، ده انا اللي محضرهم عشان استقبل فيهم الانبوت. والناتج هخزنه في فاريبل تالت اسمه اريا. فيبقى انا دلوقتي مجهز نفسي ها اهو، اللينث حجزت له مكان في الميموري، الويتس حجزت له مكان في الميموري، الاريا حجزت لها مكان في الميموري. حضرت السكانر بتاعك عشان تستقبل بيه الانبوت، ابدا بقى استقبل الانبوت. طيب السكانر بتاعنا عنده ميثودز مختلفه ممكن تستخدمها حسب طبيعه الانبوت اللي انت هتاخده من اليوزر. فهنا مثلا على سبيل المثال انا هاخد من اليوزر انتجر فاليو قيم صحيحه، فقلت input dot next integer. ايه دوت دي؟ الانبوت ده اللي احنا مستخدمينه انا عاوز استخدم الميثود بتاعته اللي اسمها next integer، فبقول دوت واستخدم الميثود بتاعته next integer. فالنكست انتجر دي خدت الانبوت اللي هو رقم صحيح اللي اليوزر جايبه لك. طيب وبعدين عاوز اخزنه عندي في الميموري فين؟ في اللينث صح؟ فعشان كده قلت اللينث ايوه يساوي الانبوت دوت نكست انتجر، فكاني بقول له اللي هتاخده من اليوزر خزنه لي هنا في اللينث. فهيبقى ده المنظر، حط لي مثلا هنا في خمسه، اليوزر دخل خمسه على الكيبورد دلوقتي. طيب اليوزر هيبدا يدخل لي الانبوت الثاني اللي هو الويدث، نوعه ايه؟ انتجر. فجيت قلت انبوت اللي هو السكانر بتاعي دوت نيكست انت، يعني اقرا الانتجر من الكيبورد اللي اليوزر هيدخلها وحطه لي فين؟ في الفاريبل اللي اسمه ويدث. فالراجل دلوقتي دخل على الكيبورد وليكن 10،
فروحت مخزنها فين؟ في الفاريبل اللي اسمه ويتس. شايف الميموري تحط فيها فاريبل اهو اللي اسمه ويتس، تحط فيه قيمه 10. ثم بعد كده انا عملت البروسيسنج فطبعت او ضربت اللينث في الويت. اما ضربت اللينث في الويت عاوز الناتج ده احتفظ بيه واخزنه عندي في الميموري، خلاص اعمل له مكان وخزنه فيه. فعملت له المكان اللي اسمه اريا، انا محضره انا وانت اهو، وقلت له اضرب اللينث في الويت والناتج خزنه لي في الاريا. فراح حاطط لي الاريا بقت بتساوي 50. اوكي، عرفت بقى اللي بيحصل؟ يبقى انت دلوقتي فكرك فين؟ هتاخد انبوت، شوف هتخزنه فين؟ هخزنه في فاريبل، يبقى هضل له الفاريبل الاول وبعدين استقبل الانبوت وخزن الانبوت في هذا الفاريبل. انا اتوقف عند هذا القدر ونكمل في الفيديو القادم ان شاء الله.